كما كتشوف الحمد لله الاستعدادات كتمر على ما يرام، ان شاء الله الكل مستعد باش نبداو موسم في المستوى ان شاء الله، ونتفائلوا خير ان شاء الله هذه السنة ان شاء الله. الاستعدادات مرت في أجواء جيدة، فقمنا بعدة مقابلات اللي غيوقف عليها المدرب سي بن هاشم على عدة أمور، الطريقة كيفاش غادي نلعبوا والتركيبة البشرية اللي غادي تكون. فإن شاء الله كنتمناو نحققوا نتائج إيجابية في البطولة ونفرحوا الجمهور خاصة.